لجنة مبادرة رئيس الدولة تقر توزيع 121 مسكنا للمواطنين برأس الخيمة والفجيرة وترسية 54 مسكنا في مختلف إمارات الدولة. نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات مؤتمر أمراض الجهاز الهضمي في أبوظبي بمشاركة 270 طبيبا من داخل وخارج الدولة. سلطان بن أحمد يفتتح فعاليات مهرجان اليوم العالمي 15 في أمريكية الشارقة بحضور 30 جالية من مختلف دول العالم. حياكم الله مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أنا عايدة طاهر قدمت لكم عناوين نشرة أخبار الدار لهذا المساء ووافيكم الآن بأبرز التفاصيل. ننطلق وإياكم من العاصمة أبوظبي حيث شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات صباح اليوم في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم. شهد فعاليات اليوم الثاني من منافسات سباق كأس سموه الدولي للقدرة لمسافة 240 كيلومتر والتي ينظمها نادي تراث الإمارات بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية في إطار مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان السابع للفروسية الذي يختتم مساء غد. وقام سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بجولة تفقدية في أرجاء قرية بوذيب اطمأن خلالها على الفرسان والفارسات المشاركين في السباقات الثلاثة وعلى سير العمل، كما اطلع سموه على ما يقدم للجميع من تسهيلات ودعم لتقديم احتفالية رياضية تراثية للقدرة ومشاركين من أجل الارتقاء بهذه الرياضة العربية التراثية الأصيلة والمحافظة على تقاليدها العريقة لتحقيق تواصلها عبر الأجيال. بعد يومين من الزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه لعدد من مناطق إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة وبعض مناطق الساحل الشرقي من الدولة، أقرت اللجنة مجموعة من المشروعات التي تصب في مصلحة المواطنين وتوفر لهم حياة كريمة. في التقرير التالي نستعرض أبرز ما أقرته اللجنة خلال الجولات. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بضرورة توفير المسكن الملائم لأبنائه المواطنين وبمتابعة الفريق أول لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقرت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة توزيع 121 مسكنا على المواطنين في مناطق وادي الجور والجير برأس الخيمة ومنطقة حلب الفجيرة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في رأس الخيمة برئاسة معالي أحمد جمع الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة في ختام الجولة التفقدية لعدد من المشاريع التنموية في مختلف إمارات الدولة. كما أقرت اللجنة ترسية 54 مسكنا للمواطنين في مختلف إمارات الدولة بتكلفة قدرها 43 مليون درهم إلى جانب رفع كفاءة طريق المليحة بالشارقة الرابط بين الشارقة وشارع الشيخ خليفة. وكانت لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة قد قامت خلال اليومين الماضيين بجولة لعدد من المشاريع التنموية شملت مساكن وادي الجور ومحطة ضخ المياه بالفجيرة والطريق الدائري بخرفكان مساكن الحراي بخرفكان. برنامج زمني، نحن الحقيقة انتهينا من المنطقة في الجزء الأول اللي هو الشرقي، الآن بادئين في الغربي، نتوقع أنه ننتهي من خلال 2013. هناك مخططات مستقبلية أن نربط المدن السكنية اللي ننشئها كذلك بطريق يربطها بمنطقة حراي. ولم تقف الجولة عند هذا الحد، بل شملت أيضا مشروع البنايات السكنية للمواطنين في دبل حصن. طبعا نحن مشكلتنا الناس مش متعودة على موضوع البنايات، لكن هذا يتغير مع الوقت ونتيجة عدم وجود أراضي كافية، وخصوصا المكان اللي اختاره صاحب السمو حاكم الشارقة لتنفيذ هذه البنايات، فاختار موقع مميز فخلق نوع من
التميز أو ازدادة الرغبة في السكن في هذه البنايات نظرا للموقع المتميز اللي هم فيه، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة فهي لا تقل عن بيت منفصل. ومن الفجيرة ودب الحصن إلى رأس الخيمة، حيث تفقدت لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة مشروع مستشفى راشد عبد الله عمران وطريق الإكسيدات ومساكن الجير برأس الخيمة، ودعت اللجنة المواطنين المستحقين لهذه المساكن إلى ضرورة مراجعة إدارة الإسكان بوزارة الأشغال العامة لاستكمال البيانات المطلوبة تمهيدا لتسليمهم مساكنهم. وخلال الزيارة حرص معالي أحمد جمع الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة على الاستماع إلى الملاحظات من المواطنين حول المشاريع والمساكن بشكل خاص واحتياجاتهم التي ستؤخذ في عين الاعتبار في تنفيذ المشاريع المستقبلية. لأخبار الدار منى الرئيسي. وفي الميدان الطبي، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع فعاليات مؤتمر أمراض الجهاز الهضمي بمشاركة 270 طبيبا ومتخصصا من داخل وخارج الدولة، والذي تنظمه مجموعة مستشفيات النور في أبوظبي. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمة الافتتاحية للمؤتمر أن دولة الإمارات أخذت على عاتقها وبالدعم الكامل من القيادة الرشيدة تطبيق أعلى مستويات الخدمات الصحية والممارسات الطبية للوصول إلى تحقيق المستوى العالي في الرعاية الصحية في الدولة. وخلال الجلسة الافتتاحية، وقع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان والدكتور قاسم العوم مدير مجموعة مستشفيات النور رئيس المؤتمر، وقع اتفاقية تعاون بين كليات التقنية العليا ومجموعة مستشفيات النور. وعقبها افتتح الشيخ نهيان بن مبارك المعرض الطبي المقام على هامش المؤتمر، الذي تشارك فيه 9 شركات متخصصة تعرض أحدث منتجاتها في مجال جراحات الجهاز الهضمي وجراحات المناظير. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارة، افتتح الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام فعاليات وأنشطة مهرجان اليوم العالمي 15 للجامعة. بمشاركة 8 جاليات و 400 طالب وطالبة من الجامعة الأمريكية في الشارقة، انطلقت فعاليات اليوم العالمي الذي يعد أكبر حدث طلابي في الجامعة وواجهة ثقافية وترفيهية رائدة. تحضر فعالياته 30 جالية من مختلف أنحاء العالم بأكثر من 5000 طالب من 84 جنسية، ليكون هذا اليوم ملتقى للشعوب والحضارات على المستويين المحلي والعالمي. وينعقد المهرجان تحت شعار السلام للعالم أجمع، حيث يهدف إلى نشر السلام وتعزيز مبدأ تعايش الحضارات، ليعكس صورة فريدة لطبيعة التنوع الثقافي والإنساني في مجتمع الجامعة. ويتمثل اليوم العالمي في الأجنحة التراثية المنتشرة على طول الساحة العامة للجامعة كمزيج يصور التراث الثقافي لمختلف أقطار العالم المتواجدة داخل الحرم الجامعي. وبحلول المساء وبعد انتهاء جولة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، تواصلت الفعاليات بحضور عدد كبير من الطلبة وأولياء أمورهم والأطفال، وشملت تقديم المأكولات وأداء الهزيج الشعبية. وتشارك في اليوم العالمي أيضا المنظمات والهيئات الخيرية التي تسعى إلى رفع مستوى الوعي الصحي والسلامة، بجانب تعزيز أهمية العمل الإنساني الخيري للمجتمع. لأخبار الدار سعيد بوغازيين. ضمن فعاليات بناء الشارقة في دورته 11، نظمت مؤسسة الشارقة للفنون لقاء مارس الذي يهدف إلى تبادل المعارف والثقافات عبر مناقشات وحوارات الفنانين المشاركين في فعاليات البنالي. فايز الضنحاني والتفاصيل.
في مناخ من الشفافية والحرية وبعيدا عن منغصات المنافسة واحتكار المعلومات، جاء هذا اللقاء الحواري على هامش فعاليات بينال الشارقة 11، وذلك للتركيز على مشاريع الفنانين المشاركين في البينالي التي يتم إنجازها حاليا أو تلك التي يعتزم إنجازها في المستقبل القريب. إضافة يشكل قيمة مضافة لهذا الفعالية البينالي، بل أيضا يفتح ملتقى فني على آفاق علمية أخرى وعلى مباحث أخرى. بالنسبة لنا فرصة نلتقي مع إخوة فنانين عرب وفي نفس الوقت مع تجمع من فناني العالم المختلفين، وهو فرصة لتداول الأفكار حول الاتجاهات الفنية المعاصرة وحول الموضوع الأساسي المطروح في البينالي. يهتم لقاء مارس أيضا بتحفيز وتشجيع التعاون المباشر بين المشاركين للانخراط في سلسلة من الحوارات والمحاضرات، ليصبح اللقاء بذلك للتحاور وتبادل الأفكار والطموحات ولإعادة النظر في العلاقات والمفاهيم الثقافية والحضارية بين شعوب العالم العربي وباقي دول العالم. ما فيش أبدا فكرة بتقول إن في ثقافة واحدة تبقى سائدة أو حضارة واحدة تكون سائدة. اللقاءات دي فعلا بتكون في منتهى الأهمية، لأن الناس تعرف بعض عن قرب، تعرض مفاهيمها بشكل فيه نوع من الموضوعية، تغير كتير من المفاهيم اللي ممكن تكون مش صحيحة. وضمن فعاليات البينالي 11 تم تنظيم أمسية موسيقية لمجموعة من الفنانين بهدف عرض وتبادل ثقافات المشاركين. لقاء مارس هو لقاء يهتم كل فنان فيه بمناقشة بحوثهم وعروضهم وأهم الأسباب التي أدت إلى اختيار هذه العروض في بينالي لهذا العام. لأخبار الدار فايزة الضنحاني. مشاهدينا ومستمعينا، ما زلنا نقلب في صفحات نشرة أخبار الدار، ابقوا معنا لتتابعوا في صفحتنا القادمة بعد الفاصل. القرية العالمية وعاء يجمع تراث العالم ويستقطب محبي المقتنيات الأثرية التي تتميز بعض الأجنحة بعرضها. طلة جديدة لأخبار الدار نواصل فيها تقديم المزيد، فحياكم الله. القوافل الثقافية التابعة لدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة حطت رحالها في مدينة الذيد مساء أمس الخميس، مقدمة فعالياتها الثقافية هناك تحت شعار سفر في الذاكرة تكريس للقيم، بحضور سعادة محمد سلطان بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسعادة راشد المحيان عضو المجلس الاستشاري بالشارقة وعدد من المسؤولين. متواصلة هي فعاليات القوافل الثقافية التي حطت رحالها هذه المرة في مدينة الذيد لتنقل لزوارها صورا ولوحات جميلة تنوعت بين البيئات الإماراتية المختلفة البحرية منها والبدوية وغيرها، فضلا عن رقصات الفنون الشعبية والألعاب الشعبية إلى جانب العرس الإماراتي القديم. كما تحتوي القافلة الثقافية على ركن المطبخ المحلي الإماراتي والحرف اليدوية والمقتنيات القديمة والكثير من الفعاليات الشيقة الأخرى التي تنقل الزوار إلى تجربة فريدة ورائعة. خلق نوع من التواصل الحميم بين ثقافات الأجداد والأجيال الحالية بعمق شديد هو هدف القوافل الثقافية لترسيخ الهوية الوطنية والتراثية في نفوس أبناء الدولة والحفاظ على التراث والإرث الثقافي بكل مفرداته المحلية. بعد محطة الذيد ستواصل القوافل الثقافية مسيرتها في المنطقة الشرقية، حيث ستحط في منطقة الشيص ثم منطقة النحوة التابعتين لمدينة خرفكان، قبل أن تختم الموسم بمحطتها الأخيرة في منطقة وادي الحلو بمدينة كلباء. لأخبار الدار خالد الحمادي.
مؤسسة صندوق الزواج نظمت ملتقى التميز الأول تحت رعاية معالي الدكتورة ميثا بن سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج. واستهدف الملتقى الذي يحمل شعار تميز حكومتي تميزي، استهدف نشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة وتعميم أفضل الممارسات الإدارية والمهنية ونشر ثقافة التميز وترسيخها بين موظفي المؤسسة، وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة لنشر التميز المؤسسي في جميع الوزارات والدوائر الحكومية لضمان تطبيق أساليب عمل أكثر كفاءة وتطورا في القطاع الحكومي. وناقشت فعاليات الملتقى أوراق عمل حول التميز الحكومي، تناولت تعريفا لتجربة التميز المؤسسي وتطبيقاتها في تعزيز نهج التطور والإبداع في المؤسسات. وإلى المنطقة الوسطى التابعة لإمارة الشارقة، فتحت شعار برنا في عيوننا، نظمت منطقة الشارقة التعليمية حملتها البرية التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي لحماية البيئة البرية من مخلفات التلوث والتثقيف الناشئة بأهمية الاهتمام بالبيئة الصحراوية وضرورة المحافظة على مقوماتها الطبيعية. التفاصيل لدى مراسلنا محمد الجنيدي. العلم في الصغر كالنقش على الحجر، مقولة تواكب رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للحفاظ على الطبيعة البرية وغرسها في ذهن أجيال سيصبحون عماد المستقبل. من هذا المنطلق نظمت منطقة الشارقة التعليمية حملة تحت عنوان برنا في عيوننا. أهداف متعددة وأهداف كثيرة جدا هدفت منطقة الشارقة التعليمية لكسبها من هذا المخيم، ولعل من أبرز الأهداف هو الإحساس بالمسؤولية وكذلك كسب الطلاب بعض المهارات البيئية وفن التعامل مع البيئة وكذلك معالجة أو المناقشة بعض المشاكل البيئية. تضمنت الفعالية عددا من المشاركات المتنوعة والتراثية قدمتها مجموعة من الطلبة خلال الرقصات والألعاب الشعبية التي أثرت الجو بالبهجة والسرور. تخلل الحملة تكريم الجهات الراعية وجولة ميدانية في معرض تضمن بعض المشغولات اليدوية والتراثية لتكتمل أهداف منطقة الشارقة التعليمية عبر هذه الفعالية بتعزيز الوعي البيئي لدى طلبة المدارس وتعريفهم بالمشاكل البيئية التي تواجهها المناطق البرية في الدولة. فعالية برنا في عيوننا تأتي لعامها الثاني على التوالي بطابع تراثي متميز وجميل لتضفي جوا من المرح والسرور. لإخبار الدار محمد الجنيدي الشارقة. وفي الفجيرة نظمت منطقة الفجيرة التعليمية معسكر القيادات الطلابية، وذلك بمشاركة طالبات المرحلة الثانوية والإعدادية من مختلف مدارس الإمارة. عش الزعابي والتفاصيل. بهدف تعزيز القيم الإيجابية وزيادة الوعي البيئي لدى الطلبة في المدارس، نظمت منطقة الفجيرة التعليمية في مدرسة أم المؤمنين للتعليم الثانوي برنامج المعسكر البيئي القيادات الطلابية تحت شعار ليكن التدوير شعارنا للتغيير، الذي انطلقت فكرته من وزارة التربية والتعليم كمسابقة على مستوى كافة التعليميات في الدولة. إشعال شعلة المعسكر من قبل المنظمين كان الإذانة ببدء الفعاليات التي تنوعت وتفرعت لتسهم في تحقيق أهدافه كاملة. صار معسكرنا لهذا اليوم إن شاء الله هو مشكل من مجموعة مدارس التعليم الثانوي بواقع 11 مدرسة تعليم ثانوي بمنطقة الفجيرة التعليمية، واحتوى المعسكر على تقريبا بواقع 60 طالبة مع 35 هيئة إدارية وتدريسية. يتعلموا إزاي إن هم يكونوا حيشوفوا تدوير النفايات وان هم يحافظوا على البيئة شيء يعني يعتبر أكثر ممتاز. معسكر القيادات الطلابية يسعى إلى تحقيق التواصل الفعال بين الطالبات وأولياء الأمور والمؤسسات المجتمعية المحلية. والله استفدت وايد من هالمعسكر، قبل ما كنا نعرف يعني عن عادة التدوير، بس احنا الحين عرفنا وكيف احنا نستغل هاي النفايات في اشياء تفيدنا في حياتنا.
المعسكر ضم مجموعة من الورش تنوعت موادها الأولية، فكانت المجسمات الإلكترونية وورش تدوير الكتب وتغليفها والأشغال اليدوية. إعداد قياديات مواطنات مثابرات ومسؤولات في المجتمع هي من مساعي معسكر القيادة الطلابية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم في الدولة. لأخبار الدار، عائشة الزعابي، إمارة الفجيرة. تشارف القرية العالمية في دبي إحدى أبرز الوجهات الترفيهية والتسويقية على إغلاق أبوابها نهاية هذا الشهر، وقد استضافت هذا العام أكثر من 70 دولة مشاركة متمثلة في 36 جناحا، تميز بعضها بعرض مقتنيات تراثية وأثرية استقطبت محبي هذا النوع من المقتنيات. مراسلتنا سهام شريف زارت القرية العالمية وأعدت لنا هذا التقرير. يحكي هذا النحاس أو ذاك السجاد أو تلك الخزفية حكايات عصور خلت وحضارات ازدهرت فيها صناعات يدوية أبدع فيها أهلها، وهذا ما جعل بريق القرية العالمية لا ينطفئ منذ افتتاحها، فهي ليست قبلة للتسوق والترفيه فحسب، بل إنها مركز جذب للصناعات اليدوية والمنتجات الحرفية من كل أصقاع العالم. لدينا الكثير من الخزف المصنوع يدويا، وهناك الكثير من الزوار العرب الذين يحبون الخزف التركي والمصابيح والثريات التي تبرز ثقافتنا والتي تعود إلى الحضارة العثمانية، وما زلنا إلى يومنا هذا نحافظ على أصالتها دون إدخال أي تعديلات. مئات آلاف الزوار يتهافتون على أجنحة بعض الدول على حساب أخرى فقط لأنها تجلب منتجات تحمل طابع الأصالة وعبق التراث القديم بعيدا عن التقليد أو التغيير الذي أدخله الكمبيوتر والآلات. في القرية التركية فيها آثار للبلاد الأصلية في تركيا، مريت على القرية اليمنية وأروع كانت من بعض القرى الخليجية. ومما أثلج صدور الكثير من المشاركين في القرية العالمية الاهتمام المتزايد من الزوار العرب بشراء التحف والمقتنيات القديمة والمنتجات اليدوية، فيما كان ذلك حكرا على الزوار الأجانب في السنوات الماضية. التراث اليمني أكثر مبيعات العقيق اليمني بأشكالها، والجنابي تسموها أنتم خناجر نسميها جنبية، والجنابي الحرفية لعمل يدينا، بس الأجانب أكثر شراء لها، أكثر شراء لها الجنابي. وبقدر ما تدر هذه التجارة من أرباح مادية معتبرة فإنها تعزز تقارب الثقافات وتبهج مقتنيها الذين يعتبرونها فرصا ثمينة تتوفر لهم في مكان واحد يجمع مختلف الثقافات. سحر الثقافات وكنوز الحضارات من أقصى شرق العالم إلى أقصى الغرب كلها مجتمعة في القرية العالمية لتمنح بذلك الزائر فرصة التعرف إليها. لأخبار الدار، كانت معكم سهام شريف من القرية العالمية بدبي. وبهذا التقرير نختتم نشرة أخبار الدار لهذا المساء، شكرا لكم وتقبلوا تحياتي وتحيات طاقم عمل النشرة، وإليكم التذكير الأخير بأبرز العناوين. لجنة مبادرات رئيس الدولة تقر توزيع 121 مسكنا للمواطنين برأس الخيمة والفجيرة وترسية 54 مسكنا في مختلف إمارات الدولة. نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات مؤتمر أمراض الجهاز الهضمي في أبوظبي بمشاركة 270 طبيبا من داخل وخارج الدولة. سلطان بن أحمد يفتتح فعاليات مهرجان اليوم العالمي 15 في أمريكية الشارقة بحضور 30 جالية من مختلف دول العالم.